شعرة في الحياة تحلى بالشجاعة وكن لطيفا. ضيفتنا اليوم تبتت باللي العمل جد ومثابرة كي وصل تحقيق الأحلام، وأكدت أن نساء المغرب مبدعات في مجال اشتغالهم حتى لو كانت لهن انشغالات أسرية وشخصية. هي اسم بارز في مجال الموضة، مصممة وعارضة أزياء، هي كذلك ممثلة ولها تجارب في الإعلام، واحدة من الوجوه المألوفة لدى المغاربة. كتحضر معنا اليوم في عالم شهرزاد باش نتعرفوا عليها أكثر، باش تحكي لنا قصص نجاحها، تهدر لنا على الصعوبات اللي واجهتها، ونتعرفوا على أسرار حياة نجمة من نجوم الموضة والفاشن في المغرب. ليلى حديوي معنا في عالم شهرزاد على إنفانت كات، مرحبا بكم. مرحبا بك ليلى. الله يبارك فيك شهرزاد. فرحانه لان انت اليوم معايا. حتى انا فرحانه حيت بحال ديما شفتك في ان بلاطو. مرحبا بك. وجايه فرحانه باش نشوفك. مرحبا بك. ليلى، انت مصممه ازياء في الحياه، كترسمي كل شيء وكتصممي كل شيء في الحياه، ولا كتخلي القدر يدير خدمته؟ ولا بد كتخلي القدر يدير خدمته، لانك خصك تنوي ديري شي حاجه. الا نويتي ديري شي حاجه ما يمكنلكش صافي حيت نويتيها بحال هكا راك غتخرج بحال هكا ولا غتصدق بحال هكا. يعني كديري واحد الطاقه ديالك، كتعطي واحد لينيرجي ديالك، كتحاولي يا دي شوز اللي كيشدوا الوقت. يعني بحال فصول الاربعه، يعني شاك فصل عنده الوقت ديالو. ما يمكنناش ندوزو من الصيف للشتا، ولا خص دائما الحاجه تشد الوقت ديالها. اي سي فري كنوي في شي حاجه وكنخمم في حاجه كنخدم عليها، الا ما صدقاتش تنقول ما مكتبش ليا ولا ما فيهاش الخير. مي كنفكر تنقول فوالا شنو بغيت ندير، شنو ما بغيتش ندير، كتخلي القدر لله سبحانه وتعالى. الا ما مشاش الامور كما رسمتي، كيفاش كتعاملي من غير كتقولي وكتامني بان ما مكتبليش؟ كيفاش كتعاملي انت الا ما صدقاتش شي حاجه كيف بغيت؟ تعلمت من نهار اللي مات لي بنتي، الله يرحمها، قلت ليلى ربي عنده شي سبب لهذا الشيء. ما يمكنلكش تقولي ربي كيدير شي حاجه خايبه لينا، واخا في اصعب يعني الاشياء، ولا اصعب المراحل، ولا اصعب الاشياء اللي كتجيك في حياتك، تقولي علاش انا طرات ليا. ديك الساعه كتقلق، ديك الساعه كتساد، ولكن كاينين اشياء واسباب، وكاينين شي ابواب كيتحلوا بلا ما هادشي. علاش الواحد دائما في اي حاجه في حياتك خاصك تفكر، ماشي في ديك الوقيته، تفكر شنو قبل وشنو من بعد، وشنو البيبان اللي تحلوا في ديك الوقيته. ومثلا وبعد خطرات ما كنديوهاش، مثلا تنديوهاش فيهم. الا لاحظتي وحللتي مزيان كتلقاي الخير في شي حاجه. دائما الى شي حاجه من عالينا ربي، ولا ما دارهاش لنا ربي، اذا فيها خير. وي انا هذه زعما بالتجربه دائما تنقول شحال من حاجه طرات لي في حياتي، وكناخذها دائما بطريقه ايجابيه. لان الى لقيتي كتاخذي حاجه سلبيه، شنو غادي يوقع لك؟ غادي تبقاي تكتئبي، وغتبقاي تاخذي دائما الحاجه، تبقاي دائما بيان سور غتبقاي في السلبي، وغتبقى دائما تقولي لا انا ما درتش هادي، وانا علاش ما عنديش الزهر، وعلاش انا ما درتش هكا، وعلاش انا ما كان عليا ندير. لا صافي اختاريتي هاد، حيت ما تنسيش بان عندنا واحد لانستان، وعندنا واحد يعني واحد الحاسه السادسه، يعني هي اللي كديك ديفوا لشي حوايج اللي بلا ما كتفطني، وكتقولي علاش درتها. تسافتينا قلبك، راك تديريها باسكو ربي راه حيد لك شي حاجه، ولا بغاك تدخلي في هذيك اللحظه باش تعلمي درس. لان كل نهار عندك درس، كل الى عشتي شي نهار وما تعلمتيش غد شي حاجه، ما تعلمتي والو، زعما تقدر تضيع لك النهار. واخا ليلى، الى قلتي لي الفصول الاربعه، الفصل الخامس كاين قراءه كتقول بان الفصل الخامس هو احنا، هو الفصل ديالنا، هو اللي احنا اللي كنديروه. الفصل الخامس ديال ليلى اشنو فيه؟ الفصل الخامس هو كيكون نتيجه على شنو تربيتي، سيتادير التربيه ديالك، وشنو تعلمتي ما بين نص صغر فاش صافي خرجتي من داك الكوكون فاميليال. هذاك هو الفصل الخامس كنظن. ولانستا كتبعاوتاني كتبعي، الا كنتي مكونيكتي مع راسك مع النفس ديالك، كتقدر تثيقي في لانستا ديالك، تقدري تثيقي في داك انت ونفسك، تقولي شنو ناخذ، واش ناخذ هذا الباب ولا ناخذ هذا الباب. وجو تو جور الا كنتي كتصنتي راسك وكتثيقي في راسك،
كيكون عندك لو بون شو كتختاري الطريق اللي خصك تاخذيه. واخا القوه ديال المراه فين كاينه؟ كاينه في الانوثه ديالها، في عقلها، ولا في مشاعرها؟ المشاعر لا، الانوثه ماشي ولا بد يعني من المراه تقدر تكون ماشي ولا بد حيت عندها داك الانوثه. الانوثه بزاف انا ما كنقدرش عليها. سي فري ديك السيدات اللي كيبقاو بزاف كي يهضروا شويه ديك كنقدرش كيجيني داك الشيء. لكن بارفوا لي سي اون ناتور، وكاين بارفوا لي مصطنع. هذاك ماشي لا لو ناتورال كيبان ناتورال، مي فاش كيبان داك الشيء مصطنع انا ما تقدرش عليه. دونك كي كيديروا ليلى ثاني سافا هادشي ما قدرتش الناس هاد الليلة هادشي كليت واحد متكونين كنت واحد سواخي هادشي اكستراوردينير كنسميهم انا لي ريكوتوم لي ريكوتوم بزاف كيديروا ليا. دونك الانوثة الكثيرة ما كتقدريش عليها؟ لا بزاف، انا كيعجبني يعني شي واحد يكون نورمال ما يكونش مصطنع، ما كيعجبنيش التصنع وما كيعجبنيش لي واحد ياخذ ويتقمص واحد الدور. يعني كنتعلموا كاملين داكوغ، يعني ماشي كاملين كبرنا معلمين وكنتعلموا مع الزمان وكنتعلموا مع الناس وكنتعلموا نشوفوا شنو واقع في الدنيا، بلاش ما تاخذ واحد الدور ولا بلا ما تاخذ واحد ماسك اللي كديروا بحال زعما انا راني جاي من داك لوغون ولا جاي انا من واحد الفئه ديال مجتمع الوغ كو واخا كاع تكون من ديك الفئه. هذوك الناس ديال ديك الفئه راه تيكونوا تري سامبل متواضعين وكيهضروا معك بكل زعما بطريقه طبيعيه وتواضع. علاش انت كدير كتفسر وكتعطي واحد هذا لي سينيو باش كتقول انا جو سوي جو فيان دو وعندك وعرفتي شكون مع من كنت انا حياتك ما انتيريس با. كل ما من كنتي خليك انت غير طوامام. علاش كتاخذ واحد الدور؟ علاش كتصنع؟ دونك الا فهمت من هضرتك ليلى عياك هادشي صافي عييت عييك عييت هادشي. علاش ما راكشتيني شرازيد؟ ما بقيتش كنجمع بزاف، ما بقيتش كنخرج بزاف، ما بقيتش كنبغي نبان بزاف، حتى في لي زانترفيو ما بقيتش كنبغي نديرهم بزاف لان صافي كيعجبني صافي ما كنبغيش الحاجه تعاود نفس الحاجه باش نعاودها باش علاش؟ لا يصح الا صحيح لا هذا الشيء اللي كاين داكشي كله غير تخربيق وكل شيء دابا الحمد لله كل شيء كيعرف كل شيء يعني صافي كتكذب عليا زعما صافي راه كنعرفك وكتعرفيني زعما علاش لا ليلى اش اخبارك؟ كي دايره انت؟ انا؟ لاباس عليا غير قاعد جالسة حداك نفسيا وانتيا كيفاش دايره؟ لاباس عليا انا مزيان. شوف انا انسانه اللي ما عمرك ما تلقاي معايا مشكل، دي فوا نقدر نطيح في شي مشكل ونسد عليه واحد 24 ساعه 48 ساعه بوحدي، نقدر فريمون نكون ما مزياناش 48 ساعه ماكسيموم ديالي جمعي الوقفه صافي نجمع الوقفه. عرف المود ديال با الله يرحمه دغيا جمع الوقفه والناس بداو كيقولوا اه كيفاش انت كتخدمي كيفاش كديري كيفاش كذا طاطا ما جلستيش احكام المسبقه يعني راه بزمني نوض نخدم وبزمني الا ما جبتش طرد الخبز ما كاينش لا يدخلوا لي للدار وبزمني خصني نخدم لان الخدمه انا كتجيني الخدمه نعمه. الخدمه واخا شحال من واحد كيبدي كاينين شي ناس اللي كيتشكاو كيبدا يقول لك انا الخدمه 8 12 وسا لا طاطا راه نعمه حيت فاش ما كيكونش عندك الخدمه اوكي مزيانه لك واحد السيمانه كاع نعطيك جوج سيمانات من بعد شنو كتبقى لك؟ صافي كتولي واحد لا روتين، ما كتفيق في الوقت، ما كتنعس في الوقت، ما كتاكل في الوقت، ما كتلبس، ما كتدوش، ما كتخرج، ما كيكون عندك سبب باش تخرج، لا هدف، لا ما كتلقى مع ناس، لا كتعلم، لا صافي كتولي عندك حياه ممله. وانا كنفضل يكون عندي ستريس، يكون عندي الخدمه، ويكون كل مره عندي سفر وطياره كيعجبني بحال هذا لو ستريس حسيت ما نبقى جالسه. دونك انت يا ليلى مزيانه حاسه براحه نفسيه؟ شوف الحمد لله كنحط راسي على الخديه، ما واكله لحد، ما كندوي في حد، ما سرقه لحد، يعني مسالمه مع راساتي جو سو بيان افيك موا ميم الحمد لله، وراضيه باللي عطاني سيدي ربي، اللي مكتبها لي سيدي ربي تنقبلها، ماشي شي وحده اللي تبقى تفكر علاش كيفاش.
راضية بالقضاء والقدر خير وشر واخا. القوة المرأة ما جاوبتينيش عليها، قلت لي بأن ما كتقديش على الأنوثة بزاف زيد على القياس. آه سيفغي، القوة ديال المرأة أنا تنظن هي في التحليل. إلا كانت الإمرأة خاصها تفكر وخاصها ما تسرعش. شوز اللي بعد الخطرات أنا ما تنديرهاش، كنت تسرع سيفغي. ومن بعد فاش كنرجع تنقول ليلى قلت لك ديك المرة ما خصكش تسرعي، حيت أنا جو سي سبونطاني دغيا كندوي اللي في قلبي تنقولو. مي سي فري كو تنقول القوة ديال المرأة هي في التحليل وعاد جاوب ولا عاد تريث الليلة، يكون التريت. هاد الكلمة ما عنديش في المصطلح هي ما تكونش ما تكونش السرعة، ما يكونش فوالا ما تكونش السرعة وتناجيبا قبل ما تاخذ تفكر واي حاجة قبل ما دير اي حيت دي فوا كنكونوا معصبين. دي فوا دغيا كنتعصبوا دغيا كنغوتوا دغيا كناخذوا شي وتناخذوا دي ديسيزيون في الغضب اللي هما ما مزيانينش، الوغ كو فاش تكوني غضبانه تاع على راسك تتهبطي وعاد تفكري. نو برون جامي دو ديسيزيون في الغضب حيت القرار ولا تجاوبي في الغضب. حيت فاش كتقدر تخرج ديك الكلمه تقدر تجرح، تقدر تضر، تقدر تبقى اجامي. تقدر جو سي با يقدر شي حد اللي قلتي له ديك الكلمه مات ابخي الله يستر الله يستر تبقى تضرك في خاطرك توتافي. ليلى اللي قدامي دابا بطريقه التفكير بلا ساجيس شحال خلصتي؟ كان الفاتوره غاليه باش توصلي ليلى اللي هي دابا؟ بيان سور خلصنا فاتورات، خلصنا فاتورات كبار فاكتور ماشي فاكتور نقولوا فاكتور اي فاكتور لان شاك شوز كتعلمك. يعني دي فوا كنت زعما كنرجع دابا مش 30 قبل ولا نقولوا 20 كاع نقولوا 20 ولا 25 قبل. يعني ليلى ديال فاش بدات هذه 17 عام فاش كانت باقا صغيره ماشي هي ديال 37 عام. بيان سور تعلمت، بيان سور دي فوا كنتعلم حتى من بنتي، لان فاش كنشوف بنتي كدير شي حوايج اللي انا بلا ما كنشعر كنقول حتى انا تندير بحالها. ولا دي فوا بنتي كتقول لي ماما هادي دوك انا الحمد لله اللي عندنا بيناتنا عندنا 20 عام ديال الفرق. يعني بحال حنا اوني كوبين مصاحبين اي اون ميم طون بحال هي كتفيقني وانا كنفيقها مره مره. هي دي الشوز اللي ما عرفتش كيفاش نفسرها لك. انا نبقى لك في بنتك ليلى، عندي بزاف المواضيع نهضر معاك فيهم اليوم. انا نبقى لك في بنتك. العرض الاخير ديالك ليفينمون الاخير ديالك اللي من خلاله كشفتي لنا على لا جولي كوليكسيون، انا بغيت نهنئك قدام الناس لان حنا يقدروا يقولوا علاش شهرزاد في البرنامج ديالها كتقول هنيئا ليلى. لا غنقول لها هنيئا لان ليلى من المبدعات المغربيات اللي كتخدم. احنا ما كنقولوش برافو لبعضياتنا، حنا حشومه نقولوا برافو. ماشي حشومه مي سي فري كو عندنا اللي واحد شي قال اذا قال لك شي واحد شكرا بحال يعطيك شي حاجه، الوغ كو شكرا ولا ابتسامه راه سي غيان ولكن تتفرح غير ابتسامه في شي واحد داكشي اللي كاين في وجه شي واحد. انا كنت في ليفينمون الاخير ديالك وشفت لا كوليكسيون، كان عمل جيد في كل شيء بليفينمون بلا كوليكسيون بالافكار اللي درتي وشتك انت في ليفينمون وسهر على كل تفصيل من تفاصيل ليفينمون ديالك. تبارك الله عليك ليلى، انا بغيت نقولها لقدام الناس ما يحفظك شهرزاد ما تلاقيناش في الكواليس مورا ليفينمون. بنتك دارت ديفيلي، علاش بغيتي مثلا قلتي مع راسك الا دارت بنتي الديفيلي نقدر ليفينمون يدير البوز، ولا بغيتيها تعيش داكشي اللي عاشت سا مامو؟ الوغ الفكره جات من عندها هي بعد اولا لان انا ما كنتش كاع ولا هي كاع ديفيلي وكانت سرات باش دير ديفيلي وقالت لي ماما غنمشي الصيف. مشات عند بابا جلست 3 شهور ولا قل شي حاجه طيحت 10 كيلو حيت الكونفينمون الكلاس والدار راك عارفه الماكله الكلاس والدار اكسيتيرا طيحت 10 كيلو باش دير الديفيلي. ولبست لبسه وقالت لي ماما بغيتك تخرجي معايا بنفس الثوب ديال اللبسه ديالتي واختارت اللبسه ومشيت وقلت لا اوكي ماشي مشكل. انا ما كنتش متيقه غادي بعدا غادي تحمس وغادي دير فريمون هذا لو ريجيم ودات لو ريجيم فرحت باسكو جو مسو دي بون هي بحالي بغات شي حاجه راه كتوصل ليها
ودرت واحد على دغنيغ مينوت فاش قلت لها برافو عليك، قلت لها اوكي صوت واحد الكسوه اللي بحالي بحالها نفسو وخرجت. وقلت لها وكانت كتريني في الدار كنقول لها تمشي هذا وكتضحك، عرفتي ضحكات المره الاولى قلنا لها سي بون، مره ضحكات المره الثانيه المره الثالثه حتى درت فيها واحد الدوره ويدير دات ديريكت شافت لو بوين، قلت لها تشوفها ريغاردي لو بوين طق هذا لي زيبول هذا لي جا اكزاكتومون داكشي اللي قلت لها، وجبت لها الناس حدا باش نشوف واش فريمون غادي ما تزعزعات. انا قلت لها صافي دونك هذه الفكره ديالها، وهذه الفكره كانت ديالها. وفي نفس الوقت ما نكذبش عليك شهرزاد، سي كو انايا كيف قلت لك بديت فلاش ديال 17 عام وبنتي دابا عندها 17 عام. اي فاش هي طرحت عليا هذه الفكره هذه قالت لي ماما بغيت نديفيلي، قلت لها هاتي بنتي راك ترجعتيني في واحد يا 20 عام راه كنت انا بحالك. ومزك عقل اول مره درت ديفيلي راه الناس بالماكياج عجبك الحال هادشي يا 20 عام صلاه شنو يديري ماكياج وتصوبي الشعر ولي فوسيل سيتي كيك شوز ديكستراوردينير. دونك ليلى علاش كتعاتبي انتي ليلى؟ فاش تجلسي مع ليلى شنو كتقولي لها؟ علاش ليلى درتي هذا الشيء؟ ما خصكش ليلى ديري هذا الشيء. تنقولها مع راسي لانني ظريفه بزاف مع الناس والظرافه ديالي دي فوا كنقول واكون كنتي قبيحه كنتي انت شاطماطه كون راكي تنتيا الناس دايره لك الحساب وما تقدرش. الظريف ليلى الظريف ما كيديروش ليه الناس الحساب سي فري، ولكن انا تنقول دو توت فاسون يا كو لو سيريو كي دور، يعني سي فري كيبقى فيا الحال تنقول انا شو دائما مع السهل، عرفتي ديك ديال كن جوغاز لي ميور ما كنبغيش نصعبها مي النهار اللي تلقيني انا كعيت عارفيني كعيت صافي باسكو فريمون وصلت لهنا. انت ظريفه، هذه هي الصوره اللي عند الناس، ماشي الناس ماشي صحابك اللي كيعرفوك، الناس اللي ما كيعرفوكش اشنو هي ليماج اللي عندهم على ليلى؟ اكيد عندهم صوره غلطه خصك ديري ميكرو تخطو باش نعرفوا هاد القضيه شنو نقول لك شنو كيقولوا كيقولوا ليلى عاجبها راسها ليلى هما تيقولوا انا عاجبني راسي عايشه في عالم ما تعرفونيش ديما كيعرفك ديما كيعرفنيش لا انا صراحه مثلا عاتبش الناس ميم هذوك الناس اللي ما تعرفونيش لان النهار اللي كيعرفوني كيبدلوا الرؤيه ديالهم عليا وان ميم طون راه ما يمكنلكش شهرزاد ترضي الناس كاملين باسكو بعدا ديجا حنا راس اذواق والناس عندهم شحال الى ديغو كاين اللي كيعجبها ستيل كاين اللي كيعجبها ستيل وانا ماشي هنا باش نرضي الناس انا كنرضي بعدا راسي هو الاول كنرضي عائلتي بنتي والناس كنعرف ان الا كانوا باغيين يعرفوا لا فغي ليلى يدخلوا غير شي شويه تعرفوا عليها اكثر غيعرفوها بان انسانه بحالو وانا انسانه طبيعيه مغربيه شعبيه اللي كتبغي دير الخير وكتبغي تكون اوتور دي جون تفرح الناس ونعاون الناس سورتو كان جو بو دونك وتانتي فاش في الصباح في البلاكار فاش كتحلي البلاكار ديالك وي ما كتلقايش ما تلبس لا انا والله الا ديك الصباح كنعيط لصاحبتي قلت لها دابا شنو غنلبس عند شهرزاد قالت لي قلت لي عندك الحوايج دابا انتيا ما تلقايش ما تلبسي كل امراه كاملات كاملين كل امراه في العالم ما عندي والو ما كاين ما عندي ما نلبس شنو المشكله طون افي علاش المشكل جوبونس والله ما عرفت شنو المشكل المشكل ديال العيالات كاملين هذا الصراحه علاش كنقولوا ما عندي والو ما نلبس كنظن حنايا كعشاقات من لالات وفاش كنلبسوا شي حاجه ما كنعاوش نبغيو نلبسوها مره اخرى وصافي تنقولوا ما بقى عندي ما نلبس قلتي لي في الكواليس بان انا شحال هذا كانت يقولوا لي كديري كل شيء فما دا الصفرة شنو كانوا كيقولوا لك ليلى شنو كان شنو كان برصتك لا سي فري كو في الاول هذه فاش يلا انا بديت سي فري كو انايا انا انسانه كيف اللي زعما ابري تو سي زاني اللي كتعرفوني شو كيلكان اللي كنخدم وكيعجبني نخدم وما كيعجبنيش نبقى جالسه ماشي ما كنجريش على الفلوس سي فري كو خاصنا الفلوس باش نعيشوا ولكن ما كنجريش على الفلوس كنجري وما كنجريش نوبلي على الشهره كنجري على ليبانويسمون ديالي والشخصي لان الا كان عندك ان ايبانويسمون يعني الا خدمت انا شو بيان الا درت سبور ولا مشيت درت خدمتي ولا مشيت ودرت وفعلت ودرت ودرت الجلاس والضحك يقتلني ستادير كو جو نو بو با اي سي بور سا كو انا دائما الناس كيلقاوني انا مشيت هنا مشيت هنا انا مشيت هنا مشيت هنا مشيت هنا علاش كنمشي هنا لانني كيعجبني شنو تندير ما تنديرهاش باش نشد الفلوس ولا تنديرها باش نتشهر ولا لا كنديرها حيت عاجبك الحال حيت
سي كوم سا. انا كنقول شفت بابا وماما دائما كيفيقوا في الصباح مع الفجر وما فايقين خدامين اكسيتا دونك بو موا الكلاس ما كايناش في قاموس ديالي. دونك فاش داك يسميوني الناس بومادا صفراء بقى سي فري كيبقى فيها الحال. بون في الاول جاتني في شكل بقيت كنضحك عليها مي افورس كيبقى فيك الحال واللي كيبقى فيك الحال اكثر سي فاش كتسمع هادوك اللي قالوا عليك بومادا صفراء حتى هما كيديروا بحالك حتى هما طق 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 وفي الاخر يقول لك بومادا صفراء ودابا حلال عليكم وحرام علينا سي سا بيدير كوا. هي 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 هو الطموح زوين يكون عند الواحد انتي عندك طموح بغيتي ديري هادوك الحوايج وكتنجحي فيهم. انا جدن زعما نشوف الحاجه اللي ما نعرفش ليها ما تنديرهاش يعني زعما الا كان عطوني شي حاجه اللي ما يعني اقترحوا عليا با مال دو شوز لا في 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 لا تيلي ولا في السينما ولا في دوت شوز يعني دي بيزنس اللي قالوا لي فيان تشاركو فيان ديرو شي حاجه. الحاجه اللي ما نعرفش ليها ما تنديرهاش كتبعدي منها كنبعد منها لان ما نش ندير شي حاجه اللي مثلا ما تيقاش ما نعطيش فيها. الا كنت غادي ندير شي حاجه باش ندخل ديريكتومون في الحيط بلاش يا غندير شي حاجه نقدر نكون موين لا باس بيا نقدر نكون مزيانه مي باش نكون تحت المعدل نو. اشنو هو الطموح ديالك اليوم؟ الطموح ديالي باقي عندك ولا ساليتي؟ وا بيان سور. شوف انا عايشين محنا عايشين والحمد لله يا ربي عطينا غير الصحيحه و يا ربي امين هادشي اللي كاين. الطموح ديالي لا فيريتي باقي عندي شي ديجا عندي دابا كنفكر في الدوره العاشره ديال الديفيلي ديالي تنقول ناري فين غنديرها عاوتاني هاد يلا دوزتي يلا دوزت تسعه خصني نفكر في العاشر والعاشر تا هو خصني نفكر ليه مع من غنخدم شنو هي لا كوليكسيون شنو هو لو مود شنو بزاف الحوايج يعني باش كتطلعي ان ديفيلي بحال هكا راه ما كتجيش يعني كتفكري في بزاف ديال لي ديتاي اي سي لي ديتاي هما اللي تيقتلوا لك شي حوايج اللي بحال باغ اكزومبل لا لوميير لما كانش لوميير ما كانش برنامج لما كانش جو سي با ما كانش ميكرو سي دي ديتاي اللي هما امبورطون لي ديتاي مهمين تفاصيل مهمه في انجاح ولا افشال اي مشروع. اشنو كيبرصتك في لي ريزو سوسيو دابا؟ فوضى اللي كيعصبني في لي ريزو سوسيو يعني ولا فولكلور لي ريزو سوسيو كلشي ولا بغى يدير كلشي وكلشي باغي يولي يدير كلشي وكلشي كي شعبان مع رمضان كيخلطوا كلشي وداك الروتين اليومي وكلشي باغي يتشهر وكلشي باغي يعرف يعني سي دوماج يعني ما بقيناش في داك الهمه والشان ديال الريزو سوسيو ويلا حطيتي شي تصويره كتفكري ليها ويلا حطيتي شي فيديو دابا ولينا غير كنديروا شي حوايج باش نتشهروا شي حوايج اللي هما شوكونت داكشي ديال المعيار وداكشي ديال وداكشي لا بوركو وداكشي ديال زعما سي دي في اللي كنشوفهم تيهضروا بحال كيهضروا ديك الطريقه une fille doit rester une fille une femme elle doit rester une femme علاش كتهضري بحال الدراري ديال الشارع نو pourquoi زعما باش يقولوا عليك وا انت تي توب بوبولير شعبيه وا علاش كتهضر بحال هكا علاش خليك في اولو تنجالك وهضري اي لي ريزو سوسيو مالوغوزمون ولينا كنلقاو بون بيان سور كاينين لي جون كي سون بيان اللي كيعطيوك ان كونتوني اللي هو كوريكت اللي كي انتريسون اللي كتعلمي حتى انت منه كتستافدي منه ما كاينين شي تخربيقات زاب. بامكانك تقولي لي بكل صراحه شنو رايك في لو تابي روج ديال فيستيفال مراكش؟ يا دو نيفو ما نجمعوش كلشي مي كاين لي ماشي نيفو مي ابخي شوف كيف قلت لك كاين شي حوايج اللي انا يجيوني زوينين وانت ما يجيوكش زوينين كاين اللي انا بالنسبه ليا شعري مطلوق وحسن شعري مجموع كاين اللي تبغي شعرها مجموع على خاطر يا دو نيفو صافا زعما ما نكذبوش مي انا اللي جاتني في شكل داك الفشير انا زعما علاش كتفشر صافي دير التابيروز ديالك وفرح وتصور علاش الفشير والاثمنه علاش علاش لان كاينين شي ناس كيتفرجوا فينا مساكن ما يقدروش يوصلوا انا بعدا كوثر بدرجه جاتني رائعه
اي ا زعما بو موا سي لا بلو بيل دي سيلويت لي شفت بون باسكو سي مون امي ان ميم طون ولكن فريمون جات ديك لا كولور ديك لا عندها ان بور دو تيت لي كيعجبني بزاف تبارك الله عليك نهنئها من بلاطو شهرزاد وكاوتر عندها اون تري بيل بريزونس قلتي لي علاش كنقولوا الناس بشحال شارين هادي وشارين هادي ما خصناش نديرو بحالها لا سيتادير كو ميم لو جورناليست علاش كيسول بشحال شريتي هادي ولا بشحال كتسوى هادي انا سكو جو تروف زعما انا كون كان ان جورناليست غيقول لي بشحال ما نقولوش بثمن وهذوك لي الاثمنه لي بيتيت كو سي فري بيتيت كو سي فو ولكن علاش تتعيقي على من زعما جو الشعب كاينين دي جون لي كيشوفوا هذيك لا فيديو كاين شي واحد ما لاقيش حتى باش يشري كوميرا ولا خبزة وبيضة تشوفوا علاش كساك تقولوا أشياء اللي بيان سيغ واحد يحقد بيان سيغ واحد يكتب عليك ان كومونتير ويدير فيك دي تروك بحال هكا علاش سا سيغ كوا شنو زعما بغيت زعما بغيت تقولوا بأن راه حنا راه الناس لاباس علينا حنا تنخدموا أكثر منكم لا ولا بوتيت عندهم فكره غلطه بان التقييم الصحيح هو تقييم شنو عندنا لا يقدروا يقولوا يمكن شنو حنايا بوتيت ولا او ميم طون كيبغيو يقدروا يقولوا بان هذوك الاثمنه غير بوغ فيغ لو بوز اوسي مي سا سيغ ا ريان علاش تقول الاثمنه ديال هذا بشحال وهذا شريت بشحال وهذه تدير بشحال ولا ليلى سالات الحلقه كنت بغيتي نسولك شي سؤال ما سولتوش لك في الحلقه نو كل شيء مزين ندمتي علاش دستي معايا في الحلقه ليلى نو با دو تو جامي شهرزاد راك غاليه وعزيزه عليا اي فريمون بلاصتك واخا ما نتلاقاوش دائما مي بلاصتك تنتي بوحدها سي سانسيرمون ريسيبروك الله يوفقك ليلى شكرا لك داكشي كامل اللي كديري ميرسي شهرزاد الشخصيه والمهنيه الله يحفظك تنتي ميرسي بوكو شهرزاد شكرا بون كوراج ا بيانتو لكل قصة نهاية وهذه نهاية قصة ليلى حديوي في عالم شهرزاد قصة جديدة مع ضيف جديد الأسبوع الماجي على M24 فتفكروا دائما عالم شهرزاد لحظة مكشفة وليس مجرد برنامج السلام عليكم